ده اللي هو اللي ايه اللي بيشيل اللي بيشيل الهيصه دي كلها. المربع اللي واقف عليه الصاروخ ده اسمه منصه اطلاق، والارض اللي ماشي عليها ده نوع من الصخر المفهوش معادن. البلدوزر ده مش حاجه كبيره قوي يعني، ماشي على نوع من الصخر، الصخر بيسموه بيدراك، مفهوش معادن عشان ما عملش شراره، لو عمل شراره هيسيح ذات نفسه. وده موجود شفناه امبارح اللي هو التمساح، موجود حي يعني في منه كتير قوي هنا، مش لان بيسيبوا هنا الحيوانات على راحتهم.